تحت شعار الوفاء من شيم الأوفياء، نظم قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن صبراتة احتفالية كرم فيها عددا من وافاهم الأجل والمتقاعدين من ضباط وضباط صف والموظفين بمديرية الأمن. نلتقي هذا اليوم لنكرم فيه بعض الملتسبين الذين قاموا وقدموا العطاء والثناء لقسم المرور في السنوات السابقة، منهم من رحل من معنا ومنهم من رحل هذا اليوم، نتمنى له الرحمة والمغفرة، ومنهم ما زال معنا لهذا اليوم وهم يقومون بالحضور هذه الاحتفالية. الاحتفالية أقيمت ببيوت الشباب بالمدينة وبالتعاون مع نادي الوفاق وبحضور رئيس المجلس التسييري صبراتة ومديري الأمن والمرور والتراخيص وعدد من الضباط ورؤساء الأقسام، وتم خلالها إلقاء الكلمات التي أثنت على جهود المكرمين. الحمد لله قامت هذه الاحتفالية تحت إشراف المجلس البلدي التسييري وتحت إشراف مديرية أمن صبراتة وبرئاسة رئيس قسم المرور والترخيص تم الإشراف عليها، والحمد لله قمنا بتكريم المتقاعدين، منهم متقاعد ومنهم من كان متوفي. خاتمة الحفل شهدت توزيع الشهائد والهدايا على المعنيين الذين اجتهدوا طيلة فترة عملهم في تكريس الأمن والاستقرار بمدينة صبراتة.